أعتقد بأن مشاركتي في دورتكم هذه ديني مش فيها فيه حدا. كيف لي أن أعشق وطنا أصبحت ضيفا فيه؟ صوته حلو كثير ومخارج حروفه. لتعبئة حسابكم اضغط على الرقم 1. بدها شغل ممكن تكون تبكي شوي بالعمل لبتأس يعني. عارفة انه بدها توقف. عارفة تلبس عارفة تلبس. ما عملتهم قصد طلعوا منا عفويين. بونسوار رح فيكم بحلقة جديدة من برنامج فيموس سبا. بدنا نرجع نقي منهم اثنين. أنا بشوف إنه في منهم كتير عندهم بوتنشل، يمكن ظلمهم شوي موضوع الفيديو ريكوردينج، يعني نوعية الفيديو اللي بعتوها ممكن تكون تقنياً سيئة شوي. فيهم شيء يعني يقدر واحد يشتغل على عليهم. كم مرة انسرق منا طموح، كم مرة انقتل فينا حلم. أنا اخترت بنت بس اخترت شخص بالتاني. أخيراً يعني توصلنا ونقينا الشخصين. وأكيد من بعد مشاورات يعني وحكينا سوا وثقبت أنه كلنا نقينا نفس الأشخاص. يعني هيدا بيدل أنه هول الشخصين اللي نقيناهم فيهم كل شيء نحنا عم نطلبه لهالدورة. الأساس اللي لازم يكون موجود بهالأشخاص اللي عم نفتش عليهم لأنه عم نقول إذاعة وتلفزيون هو الصوت. أهم شيء الصوت لأنه هو أكتر شيء اللي بيريح الناس على المدى الطويل. بده يكون مريح، بده يكون واضح، بده يكون في مخارج حروف إلى حد ما مقبولة لأنه رح يعملوا الدورة، بس بده يكون في باز أساسية ينطلقوا منه. الإيجابية بالموضوع أنه في ناس بعد عندها القابلية أنها تتعلم. نحنا طلبنا يبعثوا فيديو لحتى نقول لهم رح يكون عندكم فرصة تشاركوا بدورة تدريبية وبالتالي تتعلموا. نحنا ما قلنا لهم ابعثوا لأنه رح نعملكم موزعين فظيعين ورح يصير عندكم برامج. هالقابلية أنه يبعثوا لا يتعلموا بصراحة شوي هيك عطيتنا أمل أنه في جيل ممكن شوي نشغل عليه. ما كان في صعوبة كتير صراحة باختيار الأول حصول على المواد من كتير عالم شاركوا، وهذا الفضل بيعود لبرنامج عالم الصباح تحديدا لأنه بهالكومبيتيشن بيان لأنه هو من أكتر البرامج المحضورة. بنفس الوقت الشخص وقده هو عنده قدرات وطليق أو قده هو بحاجة ليكون من ضمن دورة معينة، ولكن بالأخير توصلنا كلنا إلى نتيجة واحدة. يمكن لو كنا متفقين مش هيك واخترنا شخصين هن الأنسب بعتقد بهاي الدول اللي تقدموا للدورة. بس الأهم من هذا كله هو الصوت والكاريزما. فإذا رح نعرف مين الرابحين معنا. عنا الوينرز هن بيرلا نجار وزكي القاسم. ألف مبروك أكيد لألكن. طبعا أنتوا اللي اختاروكن لجنة الحكم لتكونوا أو تشاركوا بالدورة التدريبية مجانا. فإذا كمان بدي أذكر لكل يلي حابين أنهم يشتركوا بهيدي الدورة يلي بتمتد من 21 ل 26 أيلول. فيكن وبيستلم طبعا فيها بدي اذكركم الاعلامي استاذ فادي مطر تسجيل فيكم تعرفوا خلال هيدا الموقع الالكتروني www.musicnation.me/training. تقدروا طبعا تشتركوا وتسجلوا على الانترنت. خلينا نتذكر سوا بيرلا وزكي بهالريبورتاج. مطلع عليكم بحلقة جديدة من برنامجكم دنيا موزعة على شاشة المستقبل. شو في أخبار فنية جديدة وشو صار ورا كواليس هالأسبوع؟ نبدأ مع الممثلة أنجلينا جولي اللي نفت عبر تصريح لها بعض الإشاعات عن توقيف تصوير فيلمها مع الممثل براد بيت، وأكدت أن التصوير عم بتم والفيلم من بطولتهم ومن إخراجها. هاي كشخص إعلامي معقول اللوك تبعك يكون هيك أو هيك أو هيك؟ بس الأهم من هذا كله هو الصوت والكاريزما. كان معكم زكي الكاسم عمري 21 سنة.